تحياتي، بنك ابو ظبي الاسلامي، ولاية جديد يقال لهذا السهم، وما زلنا نتداول داخل القناه السعريه الصاعده، واللي المفروض اي اشتباك داخلها بيكون فرصه شرائيه، خصوصا ان احنا عندنا دعم الحد العلوي للقناه وعندنا دعم الحد الاوسط للقناه اللي احنا ابتدينا منه اول مره وعملنا قاع ما اعتقدش هيتكسر اللي عند مستويات ال 31 جنيه، وما زلت شايف ان السهم ممتاز جدا جدا للشراء. ما زلنا بنستهدف السهم قمه جديده، وقلنا ان احنا عايزين على الاقل مستويات ال 61 فيبو، يعني ما زلنا بنستهدف مستويات من 60 لحد مستويات ال 61 جنيه. طيب ده النظره الواسعه على السعر. خلينا نروح على فيلم الساعه ونشوف الحركه، ما زالت حركتنا ايجابيه، اعتقد ان احنا عملنا انعكاس وصححناه كمان، والمفروض كمان ان احنا ننقل وقف الخساره بتاعنا لحد مستويات ال 34 جنيه تقريبا، 34 جنيه ونص، ده المفروض وقف الخسارة الجديد، وما زلنا بنتطلع لسرعة وقوة في حركة السهم في المرحلة القادمة. أعتقد إن السهم عمل لنا موجة ثالثة وهتبتدي بعنف، وأعتقد إن السهم من الأسهم السابقة كمان حركة المؤشر. أهم منطقة عرض ممكن تعرق الصعود شوية هي المنطقة دي اللي عند مستويات ال 44 جنيه، اللي كسرها والسكار فوق منها هيكون فرصة إيجابية جدا جدا كمان، لأنه هيلغي لنا اخر موجود هبوط، وده هيعزز كمان من قوه الصوت. ممكن نلمس في المنطقه دي ونتراجع تصحيح شويه، تكون فرصه مره اخرى لتعزيز الشراء ما قبل تكمله الاتجاه الصاعد، وبالتوفيق.